هادي 8 راه ما عمرك شي مجنانه انا غادي من هنا ندير كرزيلتين ناكل بيه قبيض. اللي عنده وليداتو ما شاء الله راه وصلنا للدرجه الاخرى صافي مشينا خلا. ما بقيناش كنوصلوا الجيب خوا الله غالب وهادشي اللي عطا الله ما عندنا ما نديرو. تمين اخويا جايبين البطاطا بسبعه دراهم تنبيعوها بعشره تسعه وثمانيه وما قبلوهاش لينا الكليان ديالنا بحال حنا رادينا شفاره رادينا بزاف شفاره. اللوبيا دايره في الكرور 20 درهم بزاف عليهم. خيزو داير 8 دراهم بزاف. الفول داير 8 دراهم. الحامض داير 6 دراهم هو اللي باقي فيه شويه الضو 6 5. القرعه دايره 15 17. مطيشه دايره 12 درهم دايره 6000 5600 في المارش. العطريه الفلفله والدنجال والخيار وداكشي 6 دراهم. بقى تيشيط لينا حتى ثمن ديال ولادنا حتى كفه ما تنشيط لينا وفلوسنا ما تنجمعوهمش. اللي راه ديالنا الاثمنه مساكن ولاو عا تيساوموا تيمشيو بحالهم. قول لي الكريدي. ولاو تيساوموا تيمشيو بحالهم وتيلقى اللي قد على شي حاجه عنده شي 10 درهم 15 درهم تياخذ حبه 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 من الحاجه وما كافياش. اللي عنده وليداتو ما شاء الله راه وصلنا للدرجه الاخرى صافي مشينا خلا. مشينا خلا والله العظيم مشينا خلا بالله. ولينا حنا تنمرقوا بزاف. تتوقف عليا تنقول لك مطيشه 12 درهم. ما تقدرش نشوف فيك تدير فيها بحال تنخلعك فهمتي بحال تنخلعك. انت راه بحال مولانا هادشي وانا راه شاريه سنيه ضيق جوج كذا تتقام عليا ب 3000 درهم 4000 درهم غير واحد واحد من الحاجه. والرساله اخويا اش غادي نقول لك ما شاء الله الله يدير شتاويت الخير. وهاد الناس الا كانوا دايرين شي بحال هذوك السمساره هما اللي مغلين علينا خايس السوق. السمساره الله يجازيهم بخير حتى هما اخويا يديروا معنا شي حره بزاف. هادشي راه بزاف اخويا علينا. اخويا الصندوق دابا اخويا كنبيعو ونشريو حنا كناخدو بالصندوق اخي ب 6000 ريال اخويا. الصندوق فيه 30 كيلو حتى ثمن 1000 فرانك اخويا كان الكيلو كيتقام عندنا حنا كنبيعوها ب 240 على الكليان وداكشي وما كاينش اللي كيجي ياخذها وكتبقى كتخسر لنا اخويا ما كاين فهمتي ما كاين. شنو وليتي تديري دابا؟ هاد الساعة اخويا ولينا كانت حنا كنجيبوها وغالية السلعة كنمشيو ناخذو ب 2000 درهم 3000 درهم كنمشيو نتسوق انا والسيد مشى كان انا وياه كنمشيو نتسوقو انا وياه. كندوز ناكلو كندوز نعيشو مع داك الله يحسن العوان ويدير سيدنا ابونا يدير سيدنا شي حاجه في هذا الشيء اخي. راه اللهم لك الحمد راه الشيء بغيناها جات الحمد لله دعينا الله يرحم بها الوالدين بغينا السلطات وداك الشيء دير لنا اخي خدمتها خضره غاليه كل شيء غالي استاذ. وبالنسبه للاسعار اخي شويه الاسعار شويه غاليه والناس راه ما غاديش ما عندهاش المقدور باش يخلصوا هاد الاثمنه هذه هنا في حي الشعبي وداك الشيء. وبالنسبه ل كل شيء غالي كل شيء كل شيء غالي في الصراحه كل شيء غالي وما عندش الانسان كيفاش غادي يدير باش غادي يخلص هاد الشيء بخصوص الانسان اللي ما عنده لا عمل رسمي لا والو هي هكا طالب معاش. القضيه اخي الله يدير تاويل الخير وصافي الله ينصر سيدنا وصافي. حنا كنتمناو من هاد المسؤولين هادو شويه يجي فيهم واحد الحنين واحد الرأفه على هاد الناس هادو لان عباد الله بحراوة تتكافى مع مع ما تاكل. ضعيف اولدي مشى بحاله كلشي غالي عندنا اليتامى وما بحاليش وما عندي لا ما نطيب ولا ما نفخ. انا واقفه ما عندي خويا باش نرقد لا خطيره ولا شي حاجه. خير جاي نتقدى في هاد المارشي هذا الساعه لقيت كلشي غالي. مطيشه 1000 فرانك البطاطا 1000 فرانك كلشي غالي. حنا متقاعدين عندنا جوج فرانكين نشدوهم ما بقيناش تنوصلوا باش نشريو هاد الخضره هادي. والله العظيم راه حصلنا كاع كتمشي عند الخضار تهز عليك نيفو ما كاين غلغله ما بقيناش كنوصلوا الجيب خوا والله غالب وهادشي اللي عطا الله ما عندنا ما نديرو. هاد الغله راه قتلنا وسلام والسلام معانا وراه لا اله الا الله راه العبد كله كمحن والوقت كي جاب الله. حنا اللي قال مولاها قفرتوها علينا الله يهديكم علينا دويو علينا دويو علينا راه حنا شارفين وطبنا راه الغلا قتلنا
راه الغلا الله يرحم ليكم الوالدين يحيى الملك. انا جايه بغيت الميطيشه ولقيتها عافيه كحله بطاطا وانا غاديه بنهيني ب 40 وغاديه بحالي ما لقيت ما ناكل اوليدي. الغالب الله وليدي الغالب الله الدرقه راه كنبكي ووليدي كنبكي والدم والله ما نكذب عليك وليدي. شنو هاد الشيء هذا؟ انا عندي 80 عام عمري هاد الشيء ما شفنا. انا غادي من هنا ندير كاس ديال اتاي ناكل بيه خبيز. الله يرحم ليكم الوالدين وليدي دواو علينا وليدي. يحيى الملك عيش الملك يحيى الملك يحيى الدين تحيوا انتوما وليدي معانا. راتبنا نجيو السوق انت غادي بنعينا نعمرها تاي ونشربوا.